وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية والتعليم المزدوج، وكمان مراكز التميز للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الموقع الرسمي للوزارة. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن ازاي بيتم تقديم لهذه المدارس. معانا على التليفون دكتور عمرو بوصيلة، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني. دكتور صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف في البدايه ازاي بيتم التقديم لهذه المدارس. بيتم التقديم عن طريق موقع الوزاره الكترونيا. احنا عندنا ثلاث مراكز تميز، عندنا 49 مدرسه تكنولوجيه تطبيقيه، وعندنا التعليم المزدوج على مستوى الجمهوريه كله، بدأ من يوم 19 يوليو الجاري لغاية إن شاء الله يوم 31. شروط التقدم يكون الطالب حصل على الشهادة الإعدادية للسنة الحالية. طبعا كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتحط الشروط الواجب توفرها في كل طالب، لأنه في بعد كده اختبارات للقبول بتتم إلكترونيا برضو، لغاية أما بيتم الكشف الطبي وعمل مقابلة شخصية وإجراء باقي الاختبارات في حالة ما إذا اجتاز الطالب أو الطالبة الاختبار الأولي اللي على الموقع الرسمي للوزارة. ده للمصريين والأجانب يا فندم، هل بيتم القبول لكل الطلاب بما فيهم الأجانب كمان؟ الحقيقة طبعا في نسبة للأشقاء الموجودين من الطلبة العرب والأجانب، لكن طبعا احنا بنتكلم مينلي دلوقتي على الطلبة المصريين حاصلين على الشهادة الإعدادية، لأنه التقديم على موقع الرسمي للوزارة بيتم عن طريق تقديم اللي ما يفيد انه الطالب او الطالبه حصل على الشهاده الاعداديه المصريه للعام الدراسي السابق 22/23. عظيم جدا. طيب حضرتك قلت انه مش كل المدارس ليها نفس الشروط، لكن هل في شروط ثابته مثلا؟ هل مثلا في ليميت للمجموع ما ينفعش يقل عنه في مواد معينه؟ طبعا حضرتك بين المدارس التكنولوجيا التطبيقيه تراوح التقديم في المجموع من 210 لغايه 250. بالنسبة للتعليم المزدوج ده عبارة عن تنسيق داخلي في كل محافظة. أنا حضرتك عارف طبعا أن الشهادة الإعدادية بترتبط بامتحان على مستوى المحافظة، وبالتالي كل محافظة لها تنسيق خاص بيها طبق نتائج الشهادة الإعدادية اللي موجودة في هذه المحافظة. طيب هل بيشترط نتيجة في مادة معينة من مواد الدراسة ولا الإجمالي بتاع المجموع؟ هو اجمالي المجموع شرط اساسي، لكن بيبقى فيه شرط تفضيلي في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقيه اللي بيوجد فيها شريك بيرعى هذه المدرسه، وبالتالي بيضع بعض الشروط الخاصه زي التفوق في اللغه الانجليزيه والعلوم وغيرها، لانه طبعا بعد كده الشريك بيتمتع بفرصه مؤكده في حاله تفوقه للتعيين في هذه المؤسسه، وبالتالي فهو بيبقى عنده اشتراطات خاصه في بعض المواد العلميه اللي بتتناسب مع مجال عمل هذه المؤسسه. احنا بنتكلم عندنا كم مدرسه يا فندم يعني، وهل في مدارس جديده يمكن دخلت الخدمه؟ الحمد لله احنا عندنا السنه دي 49 مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه على مستوى 14 محافظه. طبعا ده رقم الحمد لله قدرنا نوصله بعد مشاركه كبيره من هيئات كثيره جدا، سواء كان في القطاع الخاص او القطاع العام. ان شاء الله باذن الله الهدف القادم ان احنا نوصل ل 27 محافظه بالكامل. طيب نتكلم اكتر عن هذه المدارس وما تقدمه للطالب. مدارس التكنولوجيا التطبيقيه بتوفر الاول بيئه تعليميه مميزه للطالب وللمدرس. طبعا بيبقى في الملابس الخاصه بالطلبه في المدرسه دي، سواء كان بالنسبه للفصل الشتوي او الفصل الصيفي، في مكافئات ماليه نظير التدريب العملي، في فرصه مؤكده لانه الولد يلتحق بالمؤسسه الراعيه فور تخرجه، وعندنا نسبة كبيرة جدا من المدارس دي بيتم تعيين 100% من خريجيها. يعني ده حصل خلال السنين اللي فاتت. مظبوط يا فندم. احنا عندنا ثلاث دفعات تم تخرجهم، في نسبة كبيرة جدا منهم اتعينوا بنسبة 100%، والباقي بنسب برضه كبيرة، وده طبعا اعتقد انه هو في ظل ظروف العمل الحالية احنا بنسعى سعي اكيد، لانه الغرض من إقامة هذه المدارس تقديم شباب يستطيع الالتحاق بصوره مباشره بسوق العمل. المدارس عندنا بتشمل كافه القطاعات الاقتصاديه الموجوده في مصر، فعندنا في مدارس في مجال الزراعه، طبعا في مجال التصنيع، في مجال الاي تي، في مجال الذكاء الصناعي، عندنا مدارس
في مجال الفندقه، وعندنا كمان مدارس في مجال ما يسمى بالفاينانشال تكنولوجي او جميل جدا ان حضرتك بتوضح النقطه دي، عشان اولياء الامور دايما مرتبط في ذهنهم ان احنا بنخلص اعداديه بنطلع لازم ثانوي عام، ففكره تغيير هذه الثقافه عند اولياء الامور مهم جدا، فكويس ان حضرتك بتوضح انه خريج هذه المدارس بيطلع بنسبه تقريبا 100% بيلاقي فرصته. بالظبط، بالاضافه انه فرصته موجوده في مناحي الحياه المختلفه، يعني هو المدارس دي بتتيح له ان هو يكمل في الجامعات التكنولوجيه في فرصه مؤكده. كمان عنده ان هو يلتحق بالكليات الاخرى في حاله اجراءه المعادله، بالاضافه لالتحاقه بسوق العمل، يعني ممكن يا اما يخش سوق العمل وهو مكتفي بهذه المرحله، يا اما ان هو يدرس ويشتغل، يا اما هو بيذهب مباشره للالتحاق باحد الجامعات التكنولوجيه ويختار انه يكمل في كاريره النظري او الاكاديمي. كل الامور متاحه بالنسبه له طبقا لمستواه وقدراته. طب دكتور عمرو، نقدر نقول يعني لو في حال انه في طلبه كتير قرروا ان هم يقدموا يعني، او في اقبال شديد من الطلبه، هل ممكن يكون في مد للمواعيد، مواعيد التقديم يعني؟ خليني اقول بالتاكيد يا فندم، لو حصل وعشان فتره الاجازات وتقاطعها مع مواعيد التقدم، فاحنا بنشوف في الاخر اذا كان الطلبه مش قادرين يكملوا، بيوصل لنا طبعا شكاوى وبنتلقى الطلبات الاولياء الامور والطلبه، اذا كان كده بنمد فتره التقديم بطريقه مباشره، ما عندناش مشكله خالص. طيب هل مثلا لو طالب خريج اعداديه السنه اللي فاتت مش السنه دي، ودخل خد سنه في الثانوي العام، هل ينفع يدخل هذا النظام الجديد من التعليم؟ هل ينفع؟ من حقه فندم يقدم، بس هيعيد السنه دي. هتروح عليه السنه اللي هو اخدها دي، لكن من حقه ان هو يقدم طالما استوفى الشروط اللي المدرسه دي طالباها. مظبوط. عظيم. طيب جدا. هل بيتم تعليم الطلاب يا فندم في المدارس، يعني خليني اقول، هل بيتوفر ليهم بيئه تكنولوجيه بتواكب احدث التطورات الموجوده دلوقتي، بحيث ان هم لما فعلا يتخرجوا يكون عندهم المعلومات الكافيه اللي تخليهم مش بس يلتحقوا بسوق العمل، لكن كمان يبقوا زي ما بيقولوا كده اب تو ديت يعني؟ ده هو ده الهدف الرئيسي من انشاء هذه المدارس، لانه حضرتك لو يعني تستطيع ان حضرتك تعملوا زياره لهذه المدارس، هتشوفي التجهيزات الفنيه اللي موجوده جوه المدارس سواء من ورش او معامل. ده شق. الشق الثاني الاهم انه في تدريب عملي مكثف في المؤسسات الرعايه لهذه المدارس، سواء كان في القطاع الخاص اللي هي في الاغلب العام، او حتى في بعض المؤسسات الوطنيه زي الهيئه العربيه للتصنيع والانتاج الحربي وغيره. فكل ده بيؤدي الى ان الطالب اللي بيؤدي 70% من وقته في التدريب العملي، وهي دي الفكره الاساسيه من هذه النوعيه من التعليم التكنولوجي، انه الطالب بيدرس الجزء النظري المكمل للناحيه العمليه اللي هو يشتغلها، لانه في النهايه المقام الاول بيبقى في العمل نفسه للناحيه العمليه، وبالتالي 70% من وقت الطالب بيقضي في التدريب العملي وفي الشغل بايده، بحيث ان هو يستطيع اكتساب الجدارات والمهارات المطلوبه لسوق العمل في المجال ده. بشكرك الدكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني، كل الشكر ليك يا فندم.